أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. تسرب تقرير سري يؤكد أن نقل كل من قوات الواجب المختلطة Combined Task Force 152 لقيادة السعودية لقيادة البحرية السعودية، ثم من جهة ثانية قوة الحارس البريطانية أيضا تنقل قيادتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد 13 ساعة فقط من دخول السعودية وإيران إلى بريكس، في الوقت الذي كان فيه الجميع ينظر إلى إيران والسعودية في منظمة يعتقد أنها ستكون بمثابة مؤسس أو لبنة أساسية لنظام متعدد الأقطاب كما يحب بوتين أن يسميه، وأيضا إلى جانب هذه القوة الصين التي لا ترى أن هذه المنظمة ضد أي كان، أي ليست ضد أي معسكر أو ضد أي دولة كما صرح وزير خارجياتها، وكان كل هذا أمرا متوقعا بالنسبة لدخول كل من السعودية والإمارات. والآن ذهب الوضع إلى استراتيجيتين تحول معهما الآن كل قوة، برازيل مثلا في القارة الأمريكية، جنوب أفريقيا في أفريقيا، الهند والصين في نزاع حقيقي بخصوص بحر الصين والمحيط الهندي، كل هذه التنافسية اليوم إلى جانب روسيا التي تحاول أن تثبت قوتها على أبواب أوروبا مع حرب أوكرانيا ونحو البحر الأسود ومن ثم المياه الدافئة في مياه البحر الأبيض المتوسط، كل هذه الخارطة الجديدة التي تذهب بعيدا إلى الخليج العربي، إلى هذه المنطقة على وجه التحديد، كل ما يجري الآن هو صراع هندي أمام أقرب نقطة إلى الهند، ونحن ندرك ما الواقع بين الهند والصين من أولا تناقض استراتيجي، وثانيا خلاف حدودي، وأساسا نزاع في بحر الصين الأوسط. إذن أمامنا هذا التدقيق الشديد الأهمية، ولدينا الهند الإمارات إسرائيل من جهة، ولدينا الصين بعد اتفاق بين إيران وما بين السعودية باتجاه الخليج. إذن أمامنا أساسا محورين متنافسين، لا نقول متصارعين إلى الآن لكن متنافسين، وهذا التنافس لا يصادم أمريكا في الجانب الهندي بل يتعاون معها، وأيضا في الاتجاه الآخر فإن الصين لا ترغب في مواجهة المعسكر الآن عسكريا ولا دبلوماسيا، والتنافس الحق على أساس اقتصادي الأمر جار به العمل. إذن أمام هذا التدقيق سنرى أن المملكة العربية السعودية تسلمت قيادة قوتين بحريتين، قوات تاسك فورس الأولى 152 المختلط، قوة الواجب المختلطة كما تحب المملكة العربية السعودية ترجمتها بالحرف، وهناك أيضا قوة الحارس البريطانية. بريطانيا وأمريكا تنقلان القيادة البحرية في الخليج إلى المملكة العربية السعودية، لأن ما تريده المملكة العربية السعودية من قيادة للخليج قبل أن يسلمها الهنود وهم يرغبون في الإمارات العربية المتحدة ومن داخل بريكس إلى جانب الصينيين، حاول البريطاني والأمريكي أن يصدر السعودية إلى القيادة، إلى قيادة 152 هذه القوات التي نعرف جيدا أنها مواجهة للخليج العربي، لأمن الخليج العربي. وبالنسبة لبيان وزارة الدفاع السعودية فقالت بالبنية التحتية الدولية، هذا أمر بعيد كل الوعد، لأننا عندما نقرأ مباشرة مهمات هذه القوات المختلطة سنجد 150 أمن البحري، 151 ضد القرصنة، 152 أمن البحري للخليج العربي، 153 للبحر الأحمر،
154 على صعيد التكوين. عندما نقرأ مباشرة في موقع هذه القوات سنجد أن الأمر يتعلق بالأساس بالأمن الخليج العربي. إذن لدينا هذا التفصيل الشديد الأهمية بخصوص قيادة الخليج انطلاقا من البحر ومن الأسطول الخامس في البحرين، الأسطول الخامس، قيادة الأسطول الخامس الأمريكي من المنامة. هناك نقلت قيادة المئة واثنين وخمسين إلى السعودية. هل يتوقف الأمر عند نقل القيادة الأمريكية إلى السعودية؟ الأمر أوضح عند نقل بريطانيا قوة الحارس إلى السعودية. فلماذا التزامن على وجه التحديد؟ لأن السعودية الآن وعبر الجناح الأمريكي والجناح البريطاني الأنجلوساكسوني على العموم تسلم للمملكة العربية السعودية قيادة الخليج العربي على صعيد سلاح البحرية. هنا يطرح سؤال، أين سينت كوم نفسه مثلا، وأين هذا الضخ الأمريكي كله في الخليج العربي مع 3000 مع 35 مع، إذن أمامنا تطور استثنائي يجعل من 35 البحرية جزء لا يتجزأ مما ترسله أمريكا. إن أرادت السعودية اليوم، وهي التي تكون وكونت على أساس أن تكون العمليات الآن وتحت قيادتها من 35 البحرية، هذا يكشف إلى أي رسالة يود الأمريكي أن ينظر الرأي السعودي إليها. ما هو السطر الذي يجب أن يقرأه السعودي؟ إن الآف 35 البحرية لمزيد من دعم وتمتين القيادة السعودية للخليج يستطيع اليوم الأمريكي تسليمها. الآف 35 البحرية اليوم يمكن تسليمها للمملكة العربية السعودية. هذه الرسالة الرئيسة. هل يتوقف الأمر عند هذا؟ بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يجعلان من السعودية اليوم قائدة كما لم يحدث، وأمام قوتين بحريتين، مما يجعل السعودية الآن وحدها أمام الحرس الثوري الإيراني، في مواجهة الحرس الثوري الإيراني. وهنا يطرح سؤال آخر، لماذا هذه القيادة؟ لأنها هدية من أجل محاولة خلق هذا الصدام الجزئي في المهام داخل الخليج العربي بين السعودية وإيران. هذا الذي يسعى إليه الآن الأمريكي. فمن جهة الهندي طار إلى أثينا من أجل تمكينه من هذا الخط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية عبر I2U2، الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، الهند، والإمارات العربية المتحدة. هذا الحلف الآن يجعل من اليونان جزء لا يتجزأ بالنسبة لمودي. إذن لدينا تعزيز في هذه النقطة عبر الهند، ولدينا تسليم السعودية مباشرة بعد ترددها في عضويتها الأوتوماتيكية في بريكس. وجدنا أن هناك أمر دقيق للغاية، اللعب بالمحورين، المحور السعودي بالقيادة مباشرة وتسليم قيادة الخليج العربي للمملكة العربية السعودية في مصادمة مع إيران، وهذه المصادمة عملية وفي هرمز، وبعد تدقيق جميع بين قوسين النقط الساخنة بين أمريكا وإيران. وجدنا أن هذا الذي يسعى إليه الأمريكي في الاتفاق الإيراني السعودي يحاول جهد الإمكان إبطاله. الأمريكي يسعى إلى زعزعة قناعات هذا الاتفاق وتوسيعه وتعميقه، لأن البعد الأفقي والعمودي للاتفاق الإيراني السعودي يحاول تفجيره الأمريكي انطلاقا من قيادة السعودية لقوتين، والأمر يتعلق مباشرة بقيادة كل
برامج بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية دفعة واحدة. الغرب كله يتراجع إلى خلف قيادة السعودية من أجل أن تكون السعودية في مواجهة الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم إيران ومحاولة تعقيد المشهد بعد أن دخل الإيراني والسعودي إلى بريكس. وعوض أن يكون هناك نوع من الانسجام والتوافق بين طهران والرياض، وبعد زيارة وزير خارجية إيران إلى الرياض كان واضحا جدا أن الأمريكي يحاول أن يكون سبويلر في هذه العملية كلها. وبالتالي فما يجري الآن محاولة إضعاف هذا التحالف بعد أن تأكد أنه مدعوم صينيا ومن داخل بريكس. يحاول الأمريكي اليوم وضع السعودية في مواجهة إيران، وانطلاقا من هرمز ومن الإشكال الحقيقي، إشكال إدارة مياه هرمز وباقي مياه الخليج، وهنا العقدة الحقيقية للعلاقات الإيرانية السعودية. بعيدا كل البعد عن الأمر المذهبي وكل هذا، ليس إلا غطاء لهذا الصراع التاريخي من جهة، والتاريخ المقصود منه الجيوستراتيجي الدائم بين قيادتين، والواحدة في هذا الاتجاه من الضفة الشرقية أو الضفة الغربية. هذا هو الوضع الذي يحاول أن يتبناه الأمريكي، ويدفع مباشرة السعودية إلى مصادمة ولو جزئية ولو عملانية لإيران في الخليج العربي. وهذه الخطة محبوكة إلى أبعد حد، وهذا الذي يجب كشفه ومحاولة ملاحظته. وسنتابع كل أوضاع التقييم بعد 15 يوما لنؤكد أن مثل هذه القنبلة المسمومة التي وضعت لها أبعادها أمام سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطبيق جميع تكتيكاتها القتالية وجميع تكتيكاتها على صعيد التفتيش وجميع تكتيكاتها، لا شيء يتغير، وتبقى القيادة السعودية وتتحمل السعودية كامل المسؤولية فيما يعمل الأمريكي كل ما يثير إيران في الخليج العربي. وهكذا فالوضع قد يدعو إلى أزمة إن لم يتفهم الجميع أي رغبة لأمريكا في تصدير الأزمة الآن إلى أبعد حد. لأن المهم في كل هذا عودة ولو مستوى أول من التوتر بين طهران وما بين الرياض، هذا سيوقف تأثير بريكس ودخول الجميع إلى بريكس، وأهم من كل هذا تعقيد الصين وخطط الصين باتجاه السعودية ونحو أفريقيا ومن ثم إلى الشرق الأوسط، المقصود تماما المنطقة العربية كجزء من غرب آسيا وشمال أفريقيا. كل هذا يعمل عليه الآن الأمريكي بشكل متقدم للغاية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.